بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نتكلم على النجم أي النجيل ويسمى التيل. فهذا العشب من فصيلة النجيلية، أي فصيلة اللي فيها الشعير والقمح وفرينة وغير ذلك. فيعني هذا النبات النجيل يحتوي على مواد هلمية مع الصابونين ومواد منقية للدم ومضرة للبول وسكرية ونشوية ومواد نشوية وسكرية وفيتامينات. المنقوع البارد في جذور النجل فهو منشط، يعني الجذور مستعمل في النبات الجذور منشط في أيام الصيف وينفع من الحمى. مغلي جذور النجم فهو مفيد في علاج الطفح الجلدي، مفيد في علاج الطفح الجلدي. والنجم يعمل كمضر للبول ويفيد في علاج التهاب المثانة والروماتيزم. مغلي الجذور يفيد في علاج أمراض المثانة والروماتيزم، وزيت الجذور يفيد في منع نبات الشعر، يعني بعد إزالة الشعر الزائد يدهن الموضع بزيت جذور النجم فهو مفيد في منع نبات الشعر. وهذا هو النبذة البسيطة عن نبات النجل والنجم، يسمى النبذة المغربية النجم، وبالأمازيغية يسمى أفار. والسلام عليكم من حلقة أخرى إن شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في قناة الراقي المغربي عبد اللطيف لكي يصلكم كل جديد، باش يوصلكم كل جديد عندنا في علم النبات.